رغم كل الانتقادات اخترنا اسم برنامجنا أسرار من تحت الكوبري. لأننا على يقين تماماً أنه معظم أفاتنا ومشاكلنا وأزماتنا بوطننا العربي وحتى بالعالم تبدأ دائماً من تحت الكوبري. واللي يؤسفنا أكثر أنه مسؤولينا بمروا كل يوم من فوق الكوبري ولكن ولا مرة تعب واحد منهم نفسه ونظر إلى ما يجري تحت الكوبري. لذلك قررنا ببرنامجنا إن نكون عيون الناس وصوت لننقل الصورة من تحت الكوبري لمن يمر فوقه ويغض عنهم بصره. نرى أبرز ما سنشاهده من فقرات في حلقة الليلة. هشام عفيفي يكشف سر سبت فراخ كتير. إيه أشهر أغنية حولتها كده؟ I came like a wrecking ball. ما سألتش على خالتك ليه؟ ده بيعمل تلوث، واللي عايز أقوله له إن هو اللي يصلح في الحمام لا يصلح للرأي العام ولا يصلح إن إحنا ننشره على يعني على الجميع. هشام بحري يحلل مكالمات مدعي الإصابة بالمس الشيطاني. قد ما سمعنا اتصالات حسيت حالنا انه صرنا بمجتمع كله يعيش مع الجن ومع العفاريت. كل دكتور يقول لي حاجه شكلي لسه تعبانه قصصتني والنجا وحياه عيالك قصصتني عايزه رقم الشيخ علاء. ده بيزنس جبار في مصر اللي هو الجن والعفاريت. بيزنس جبار. ده اللي خلانا نعمل الحلقه دي النهارده. كل 10 عيانين بيجوا لي للعلاج 9 منهم عدوا على معالج شعبي قبل ما يجوا لي. هل يمكن أن نطلق على ما يقوم به هشام نوعاً من الفن؟ اللي بيعمله هشام دي جريمة يعاقب عليها القانون. حبيبة قلبك يا ولدي مزنوقة في شارع محمود. أنت بتغطش الحياة العامة، بتحاكي الناس مش بقلة الأدب. الأغاني دي كلها فيها ابتذال، أنا معترف يعني أنا مش يعني أنت مبتذل؟